صور مثل هذه الشواطئ المزدحمة في ولاية فلوريدا في احتفالات عطلة عيد الاستقلال تقلق الأطباء. 40 ولاية أمريكية تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات أجبرت بعض حكام الولايات إلى تعليق المرحلة الثالثة من تخفيف القيود وإغلاق المطاعم والنوادي الرياضية. والإصابات تتفشى بين الشباب بعمر 21 في فلوريدا بنسبة أعلى من أي فئة عمرية أخرى. كنا نرى تقريبا 20,000 حالة يوميا، وارتبطت هذه الحالات بسلسلة من إجراءات إعادة الفتح في العديد من المدن والولايات، وهذا أدى إلى ارتفاع قياسي غير مسبوق في عدد الإصابات. في ولاية تكساس المستشفيات تعاني من نقص الأسرة لاستيعاب الحالات الجديدة، أما في ولاية أريزونا فقد قفزت نسبة الإصابات إلى 300% في شهر يونيو. شخص واحد من كل 4 في الولاية أجرى الاختبار كان مصابا. أما في ولاية جورجيا فهي تشهد أيضا ارتفاعا ملحوظا، حتى أن عمدة المدينة لم تسلم من الإصابة. الرئيس يقول إن غالبية الأمريكيين الذين يصابون بالكورونا سيشفون، وهو يأخذ المسألة بجد. وطبعاً الإدارة لا تريد أن ترى أي أمريكي يصاب بالفيروس، ولهذا ردت الإدارة على الأزمة بشكل غير مسبوق. وما بين الانقسام الحاد في البلاد يدافع البيت الأبيض عن أدائه قائلاً إن الارتفاع يعود إلى توافر الاختبار. هناك دعوات إلى جعل ارتداء الكمامات إجبارياً، لكن الأمر يعود إلى حكام الولايات وحتى رؤساء البلديات في نفس الولاية، مما يجعل التطبيق أمراً صعباً للغاية. نادية البلبيس العربية، واشنطن.